مناقشات متعددة أخرى في المستقبل، وأنا أعتقد أننا سنستمر في التفاوض مع الصين. ماذا عن التعامل بالنسبة للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة؟ لقد قلت هذا صراحة، أنا قلت أننا نحترم الاتفاقية ونحترم الإرادة الصينية، وبالطبع كانت حظت الولايات المتحدة الأمريكية باتفاقات ومحادثات جيدة مع الصين، إلى أن بالنسبة للاتحاد الأوروبي فهو قوي للغاية، وقد خسرت الولايات المتحدة العديد من الأموال خلال السنوات الماضية، ولا أحمل هذا ضد الاتحاد الأوروبي ولكن ضد الإدارات الأمريكية السابقة، فلم يبلو بلاء حسنا، ولكنني أحترم الصين وأحترم الاتحاد الأوروبي وأحترم الاتفاقيات التي تم عقدها مع الولايات المتحدة على مدار سنوات، ولكن هناك حقيقة بأننا نعتمد عليهم لمدة 8 أعوام أثناء إدارة الرئيس أوباما. كان لابد من تغيير الأمور بالنسبة لسياسة التعامل مع الاتحاد الأوروبي والصين منذ 5 أعوام، وأعتقد أن العديد من الرؤساء كلينتون وبوش وأوباما العديد منهم قد أضاعوا مليارات الدولارات سنويا بسبب مسألة سرقة الحقوق الملكية الفكرية وغيرها من الأمور، ولكنني لا ألوم الصين، ولكنني ألوم القيادات الأمريكية على مدار السنوات السابقة. zwischen der EU und den Vereinigten Staaten von Amerika auch in vertiefte Gespräche kommen. Wir haben ein großes Interesse daran, dass unser Handel intensiviert wird und ich glaube, wir können auch Lösungen finden. Deutschland setzt sich jedenfalls im Rahmen der EU sehr dafür ein. This doesn't sound good. لا يبدو أن ما قالته أمرا جيدا. نود أن نتحدث عن تلك القضايا في جلسة أخرى، وقلنا أننا نود أن ندرس سريعا العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعقد محادثات مختلفة، لأن هناك مصالح كبيرة بالنسبة للعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ونود أن نتحدث ونسرع من خطى التقدم لإحراز اتفاقيات تجارية، وألمانيا ستعمل عن كسب لتحقيق هذا. ومثلما تعلمين لقد عقدنا اتفاقية كبرى بالأمس مع اليابان مع رئيس الوزراء أبي، ونأمل أن نعقد اتفاقية مماثلة مع الاتحاد الأوروبي تكون مفيدة لجميع الأطراف. ماذا عن جلسة عمل المناخ؟ صارت على نحو جيد. كان السؤال هو بالنسبة للفريق الخاص بقمة السبع لفريق الرئيس ترامب والرئيس ماكرون. كانت إجابة جيدة. كل الفرق تعمل على نحو جيد، وكل ونحن نثمن كل الجهود المبذولة من كافة الدول. هل ستقبل بالنسبة للضرائب الأمريكية؟ أعتقد أننا اقتربنا من التوصل إلى اتفاق بشأن فرض الضرائب على الشركات الإلكترونية. قلنا أن لدينا نية لإيجاد حل للجميع بحلول عام 2020، ونأمل أن يكون هذا الحل في صالح جميع الأطراف. هل ألمانيا ملتزمة بالقضاء على المحاربين في سوريا؟ محاربي داعش في سوريا؟ لقد نحن نعمل عن كسب مع ألمانيا ونعمل مع مختلف الدول لتحقيق هذا. قمنا بالفعل بإرسال عدد من القوات
وثانيا لقد التزمنا كدول الاتحاد الأوروبي بالعمل معا لمحاولة إيجاد حلول رادعة, ولكن لابد أن نجد حل نهائي لحل هذه الأزمة. وأعتقد أننا قد أبلينا بلاء حسنا, فقد هزمنا داعش بنسبة 100%, ليس مجرد 99%, ولكننا قضينا على داعش بنسبة 100%. وقد غادرنا سوريا, غادرت القوات الأمريكية سوريا لأننا هزمنا داعش بنسبة 100%, وقد أبلينا بلاء حسنا وحدثنا بمناقشات ومحادثات جيدة للغاية. وعندما تحدثت مع ألمانيا وتحدثت مع فرنسا بشأن هذا الشأن, ومع المملكة البريطانية أيضا والعديد من الدول, ولكن تحدثنا مع معظم الدول الأوروبية. هل تعتقد أنه من الممكن أن يحدث تقدم في المحادثات ويمكنك التوصل إلى اتفاق لإلغاء أعتقد أن أي شيء ممكن, وأعتقد حاضرة بمناقشة جيدة, ولكنني أمل أننا في أي وقت قد نحظى, لكن المعظم لأننا نبلي بلاء حسنا. والصين دولة عظيمة, ونحن وأعتقد أن الرئيس الشي هو زعيم عظيم, وهو قائد رائع. وهم يخسرون المليارات من ملايين الوظائف, ولابد أن أنهم يريدون عقد اتفاق. الولايات المتحدة تنفق المليارات من الدولارات, وبصراحة لا يوجد أي تضخم, ومعظم تلك المنتجات قد تضررت لأن الصين تريد أن تتلاعب بالسوق, وبالتالي لن يكون هناك أي منتج منافس للسلع الصينية, وهذا أدى إلى خسارة العديدين للملايين من الوظائف. لكن أعتقد أن الموقف الآن أفضل من أي وقت مضى, وأن ما زالت هناك مفاوضات قائمة. قد أكون مختلفاً, ولكن أعتقد أننا الآن في موقف أقوى للتواصل إلى اتفاق ثالث يكون في صالح الجميع. هل هناك ضغط عليك لتجنب أي حرب تجارية مع الصين؟ أعتقد أن المحادثات جيدة وستفيد كافة الأطراف. والمستشارة أنجيلا ميركل امرأة رائعة وتفهم جيدا ما يحدث, وهي تعمل معنا لإنجاز الأمور. نعمل جميعا معا, ولدينا جميعا بعض كثير من المصالح للتوصل إلى اتفاق مع الصين. يمكن أن يكون في صالح الولايات المتحدة والصين. سيادة الرئيس, عندما تقوم باستضافة قمة السبعة العام الماضي, من الذي سيكون الضيف المفاجئ للجميع؟ أعتقد أنها ستكون هناك العديد من المفاجآت. أعتقد أننا حظينا بقمة رائعة هذا العام, وأعتقد أنها ستكون قمة رائعة في سنعقدها في ميامي. أحيانا تكون هناك يحتاج الأمر إلى ساعات طويلة للسفر إلى مكان أو آخر, ولكنها سنعقدها, سيكون الأمر قريب من مطار ميامي. وأعتقد أن إقامة القمة هنا هو أمر رائع للغاية, وقد توصلنا إلى العديد من الأفكار. وأعتقد أننا حظينا بأفكار جديدة من هذه القمة, ولكن لن تكون هناك أي مفاجآت في القمة القادمة في الولايات المتحدة. سنرى ما سيحدث. إذن some people doubt. There are people that agree with me 100%, but there are some that don't. So we did have a discussion about Russia. We'll see. I think it's advantageous, but other people don't necessarily agree. Maybe at this time, I think I could say, maybe at this time, without being specific. But
we'll see what happens. Well, President, you expect to host it, the Russia, all the G7? Yeah, seeming to set up the best. It's close to the, we haven't made a final decision, but it's right next to the airport, right there, meaning, you know, a few minutes away. It's a great place. It's got tremendous acreage, many hundreds of acres. So we can handle whatever happens. It's really, people are really liking it. Plus it has buildings that have 50 to 70 units in them, so each delegation can have its own building.